غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوغ تقدم. سلام سلام ونعم. أهلا وسهلا. سعادة الدكتور القصي شوقي عوض. أيوة. الرب يباركك ويبارك تعب حبيبتك. معك أبو مريم من أمريكا سعادة الدكتور. اسمي أبو مريم، حضرتك ما تعرفيه شخصيا يعني. حضرتك علم من أعلام الكنيسة في مصر، فقلنا يعني ناخد بركة ونتكلم مع حضرتك. الرب يباركك حبيبي. أنا بس أنا اللي يشرفني ويسعدني أسمع صوت يعني أعرف حضرتك مين ده؟ لا حضرتك ما تعرفني شخصياً، أنا حضرتك يعني كان عندي استفسار بسيط فقلت نتصل بحضرتك. سعادتك إنجيلي مش كده ولا غلطان يا فندم؟ نعم؟ حضرتك إنجيلي؟ أيوه حبيبي. أهلاً وسهلاً فيك الرب يباركك. حضرتك الدكتوراه بتاعتك فين؟ في اللاهوت ولا في الكتاب المقدس؟ أنا واخد دكتوراه في اللاهوت أو ختم في اللاهوت، وأنا دكتور أساسي، أنا دكتور أخصائي مدرس. هللويا بريز ذا لورد، ممتاز. طب سعادة الدكتور القصي شوقي عوض، كان عندي استفسار بسيط حضرتك بس. أنا حضرتك مش عارف تقول لي أنت يعني اسم حضرتك إيه؟ اسمي وسام، اسمي وسام عبد الله، وأنا حضرتك راجل باحث في المسيحية. وبتصل بحضرتك لان الكتاب بيقول ايه؟ كونوا دائما مستعدين لان تردوا على من يطلب منكم دليل ما انتم على الرجاء. وساعتك معروف الكنيسة. أيوة. ساعتك معروف الكنيسه الانجيليه وراجل متخصص ومعاك دكتوراه يعني. فكان اسف متشكرين يا فندم. كان في استفسار بسيط بس يعني أتفضل. هل الاصول المخطوطات موجوده؟ الاصل اللي كتبه التلاميذ موجود؟ نسخ الاصل؟ لا، الاصول كلها اللي كتبها التلاميذ، الاصول مش موجوده. يعني دي اتحرقت، اللي حرقها الايام الاضطهاد حرقها ميرون، حرق كل المخطوطات اللي كانت موجوده. اللي كان موجود بعد كده اتكتب يعني نسخ من الكتابات اللي كانت موجوده اثناء المخطوطات، وكان مخبيين هنا وهنا وهنا وكان بيتبادلوا، ده اللي ينقص منها. لكن ده عمل زي ايه؟ زي القصه اللي سمعناها على لما جه عثمان حرق كل المصاحف. ما تخلفش يا سعد يا حضره الفاضل المحترم، انا كلمتك في الاسلام، انا قلت لك الراجل مسلم، انا قلت لك انا شيخ الازهر. ما خليك في الموضوع اللي انا بكلمك فيه، انت معاك دكتوراه في المسيحيه مش في الاسلام. خليك معايا. لأنها مش محتاجة دفع. طيب أنت بتدفع. قال لي دخل الإسلام. قال لي دخلك في الإسلام. أنت قال لي دخلك في الإسلام. أنت قال لي دخلك في الإسلام. أنا قلت لك أنا مسلم. أنا قلت لك أنا مسلم. أنت عرفت إن أنا مسلم. طيب بتتكلم في الإسلام ليه طيب؟ أنت بتتكلم في الإسلام ليه؟ أنا بسألك في مخطوطات الكتاب المقدس دول الإسلام. يعني زي عاوز تقول أنت راجل مسلم الهم طايلني وطايلك، إحنا ما عندناش وأنتوا ما عندكوش. الكلام ده غير صحيح. الآن حضرتك الأصول غير موجودة كما تفضلت، إذا كان الأصل غير موجود ولا عندنا نسخ، كيف نتأكد إن في إيدينا الآن طبق الأصل من الأصل إذا كان الأصل مفقود؟ عندنا نسخ بس. طيب ممكن أعرف حضرتك الهدف من السؤال ده؟ أنا قلت لك أوريدي، الكتاب بيقول كونوا دائما مستعدين لأن تردوا على من يطلب منكم دليل ما انتم عليه من الغطاء. انا قلت لك اوريدي يسوع يقول لوك فور ذا تروث اند ذا تروث ويل سيت يو فري. انا قلت لك اوريدي يسوع بيقول فتشوا الكتب، يسوع بيقول تجي للخليقه كلها. انكرني امام الناس انكرني امام الناس لكن كمان انا ما عنديش لحظه اني ممتاز ممتاز الموجوده دلوقتي. ايوه مخطوطات اصليه. لا مش اصليه. لا ما اصليه. لا كوني انا بحكي لك على يا حضره الدكتور ما تقولش اصليه، انت رجعت في كلامك. شوف انا معايا في ايديا الان دائره المعارف الكتابيه،
الجزء الثالث صفحة 279، عاملها كان من رئيس الطائفة الإنجليزية في ذلك الوقت الدكتور القصة مويل حبيب. بتقول فيها في صفحة 279: وقد فقدت أصول أصفار العهد الجديد بلا شك. الأصل مش موجود. الدكتور القس أمين ماهر إسحاق، كتاب مخطوطات الكتاب المقدس بلغة عربية، صفحة 19: ليس بين أيدينا الآن المخطوطة الأصلية. قاموس الكتاب المقدس شارك فيه أكثر من 20 قس من الكنيسة الإنجيلية، صفحة 844 يقول: وقد قدمت المخطوطات الأصلية للعهد القديم إما باللغة العبرانية أو باللغة الأرامية، وقدمت المخطوطات الأصلية للعهد الجديد باللغة اليونانية، ولكن لا توجد لدينا هذه المخطوطات الأصلية التي دونها كتبة الأصفار المقدسة. كل دي مراجع إنجيلية. المهندس يوسف داوود رياض، موسوعة المعرفة المسيحية، مدخل إلى النقد الكتابي، صفحة 26: نحن لا نملك نصوص الأناجيل الأصلية، فهذه النصوص نسخت وحصلت أخطاء إثناء النسخ، وغالبا ما رقع على قراءات متعددة للآية الواحدة عبر مختلف المخطوطات التي وصلت إلينا، فأي قراءة نعتمد؟ المهندس يوسف داوود رياض في كتاب وحي الكتاب المقدس صفحة 65 أشرنا في الفصل الأول إن الكتاب المقدس وضع أكبر عدد المخطوطات القديمة، وقد يندهش البعض إذا عرفوا إن هذه المخطوطات جميعها لا تشتمل على النسخ الأصلية والمكتوبة بخط كتبة الوحي أو بخط من تولى كتابتهم عنهم، فهذه النسخة الأصلية جميعها فقدت ولا يعرف أحد مصرها. أنت بتتكلم في إيه؟ الأصل مش موجود. إذا كان الأصل مش موجود واللي عندنا نسخ، هنعرف إزاي إن النسخة تبقى الأصل إذا كنا غير قادرين إن احنا نطابق الأصل بالنسخة، لأن الأصل مش موجود. اتنين، أنا حابب اتفضل. يعني حضرتك لسه ما خلصتش؟ اتفضل قول. لما اتفضل حضرتك، أنا بسمعك. اتفضل. أنا ملاحظ إن كل ما أتكلم أنا بتعطل. اتفضل حضرتك. حضرتك لما تخلص قول أنا خلصت. يا حضرت اتفضل. لا تعرف تقول أنا الأصل مش موجود. أنت حضرتك اعترفت. أنا احنا قلتلي الحقيقة. أمال بتقول إيه الأصل؟ يبقى الاصل مش موجود. طب اذا كان الاصل مش موجود ازاي نتاكد؟ طيب في نقطه خلصناها عندنا. لا ما خلصناهاش. لا ما خلصناهاش. لا انت ما جاوبتش. لا ما جاوبتش حضرتك. يا حضره الدكتور انت مرضي. الوقت اللي عندنا نسخ فقط. كيف نتاكد النسخه اللي في ايدينا تبقى الاصل والاصل مفقود؟ مش عايز تديني عرفت؟ ما ترد يا دكتور، انا منعتك. رد على السؤال، انت ما بتردش على السؤال. الاصل مش موجود. اتفضل. بس حضرتك هتستأذنك حضرتك ما تقاطعنيش، اسمعني. انت 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 مسكت في حاجه قالوها ناس كويسين وقالوا ان المصريه الاصليه خالص فقدت، وده مش معناها ان المخطوطات الاصليه كان فيها منها نسخه واحده. ده مش معناه كده. معناه ان أنا عندي نسخة أصلية كتبها الخديج متى بإيده، اللي هي في إنجيل متى، كتبها بإيده. النسخة دي نسخت لأن كان في ناس وظيفتهم الكتابة، فاللي كان ما فيش ما كانش في مطابع ولا حاجة، فنسخوا إنجيل متى ده عشرات النسخ وتوزعت على الناس، لأن كانت الناس كتير، كانت الناس موجوده في بقاع في شتى من اورشليم او من اليهوديه، يعني اللي هي فلسطين. ساعات دكتور الكلام اللي بتقوله كلام مرسل. وطلعت على اوروبا. ساعات الكلام مرسل. ما بتتكلم على كلامك. ما عندك دليل. لا 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 ده كلام مرسل. ده كلام مرسل. انا مش دليل. انا جبت لك الدليل، انت ما عندك دليل. باحث. لا 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 هذا كلام مرسل. جبتها منين حضرتك؟ جبتها منين؟ جبتها منين؟ يا سعادة الدكتور ما وتش يور ريفرنس؟ ما هو المرجعية بتاعتك؟ جبتها منين؟ أنا جبت لك دائرة المعارف الكتابية، جبت لك قاموس الكتاب المقدس، جبت لك المهندس يوسف رياض، أنت كلام المرسل اللي بتقوله جايبه منين؟ يا حضرة الفاضل كلامك جايبه منين؟ المرجع ايه لكلامك؟ انت بتقول كلام مرسل. ما هي الدليل اللي مات ولوقا ومرقس يوحنا كاتبين الانجيل؟ ايه الدليل؟
ايه الدليل؟ بص ايه الدليل؟ بص ايوه انت الكلام ده هو ايه؟ مفيش نسخ اصليه النسخ يا حضرة الفاضل انا جبت لك المراجع انت بتقول ايمان فين الدليل؟ ايه المرجعية كلامك؟ يا استاذ الكريم اسمع الكنيسة الارثوذكسية في مصر الاستاذ الدكتور وهيب جورجي كامل استاذ العهد القديم بكلية اكريكية زميل للبابا شنودة في كتابه مقدمات العهد القديم صفحة 34 واللي مقدم الكتاب الأنبا موسى أسقف الشباب يقول لم تصلنا المخطوطات الأولى للكتاب المقدس التي سبق أن دونها كاتب الأصفار بأقلامه الكنيسة المصرية كتاب الخمس عبد المسيح بسيط أبو الخير أستاذ الدفاع اللاهوتي في كتابه الكتاب المقدس يتحدى نقاد وقائلين بتحريفه صفحة 175 وبالرغم من أنه كما يقول جيسلر وينكس ليس لدينا مخطوطات أصلية متبقية إلى الآن للكتاب المقدس، أنت بتقول إيه؟ الكاثوليك ارجع للترجمة اليسوعية صفحة 12 تقول أن اللي موجود أمامنا الآن ما بين أيدينا نسخ الأصول غير موجودة. المراجع البروتستانتية هيئة المعارف الكتابية صفحة 279 الجزء الثالث الأصل مفقود. الدكتور القسي امين ماهر اسحاق كتابات مخطوطه الكتاب المقدس باللغات الاصليه صفحه 19 الاصل غير موجود. الاب استيفان شربانتيه كاثوليك يقول الاصل مش غير موجود في كتابه كتاب دليل الى قراءه الكتاب المقدس صفحه 235. قاموس الكتاب المقدس شرح فيه اكثر من 20 قصه صفحه 844 الاصل مش موجود. المهندس يوسف داوود رياض موسوعه المعرفه المسيحيه قال النقد الكتابي صفحة 26 الأصل غير موجود. يوسف رياض كتاب وحي السماء صفحة 65 فهيمة عزيز في كتابه كيف وصل إلينا العهد الجديد صفحة 112 الأصل مش موجود. الترجمة اليسوعية صفحة 12 الأصل مش موجود. أنت بتتكلم في إيه؟ أنت بتقول كلام مرسل. السؤال بقى لحضرتك إذا كان الأصل غير موجود كيف نتأكد من اللي في ايدينا الان طبق الاصل والاصل مش موجود؟ ما تقوليش اصل هم خبوه، ده كلام مرسل. انت ما عندك دليل. انا جبت لك الدليل من الكاثوليك والبروتستانت والارثوذكس. طيب اديني دليل ان متى كاتب انجيل متى، او مرقس كاتب انجيل مرقس، او لوقا كاتب انجيل لوقا، او يوحنا كاتب انجيل يوحنا، ايه الدليل؟ علمت حضرتك؟ ايه الدليل اللي متى كاتب متى او لوقا او مرقس؟ علمت حضرتك؟ ايوه انا خلصت. علمت؟ ايوه انا خلصت. علمت؟ انت مش واحد بيدور على الحق. ولا واحد بيدور يا استاذ الكريم احنا مش في كنيسه. يا استاذ الحق يجرح، يسوع يقول ابحث عن الحق والحق يحررك. هو ده الحق، انت بتقول كلام لا مؤاخذه، كلام مصادق، واحد قاعد على مصطبه وفي الكنيسه يقول لك امين يا ابونا. ما تقوليش امين يا ابونا، هات الدليل على كلام، اتكلم كلام اكاديمي. اتفضل، ايه المرجعيه بتاعتك؟ اسمع لو هتستمر بالطريقه دي ده مش تصوير متحضر علشان يا استاذ الكريم ما ينفع اقول لك امين، انا كل اللي طالبه من حضرتك دليل. ايه الدليل على الكلام المرسل اللي انت قلته؟ اتفضل. أنا مش هديك دليل، يعني أنت مش عارف ده. فين الدليل؟ أنت عندك دليل؟ طيب انسى السؤال ده. من جيب لي دليل؟ من كاتب إنجيل متى؟ من كاتب إنجيل متى؟ هتقول الدليل اللي متى كاتب متى؟ إيه الدليل اللي مرقس كاتب مرقس؟ إيه الدليل اللي يوحنا كاتب إنجيل يوحنا؟ عندك دليل؟ طيب أنت حضرتك مش دكتور متخصص؟ ما قرأتش في دائرة المعارف الكتابية ان الفصل اليوحناوية الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة ان الفصلة دي مضافة وتم اضافة هذه الفصلة لتدعيم لاهوتي؟ تقول ايه في الكلام ده؟ ارجع لدائرة المعارف الكتابية الرسالة الاولى ليوحنا 5-7 الفصل اليوحناوية الذين يشهدون في السماء ثلاثة تمت اضافتها غير موجودة في اقدم النسخ لتدعيم لاهوتي. ترد على الكلام ده تقول ايه؟ ترد تقول ايه؟ لا مش
مش هيرجع كلام. لا انت ما تعرفش، انت ما انتش عارف، انت ما انتش عارف. انت ان شفت مش قال بيتنا ازاي ده، انت مش عارف انك ما قلتليش. اقول يا استاذ الكريم انت بتقول كلام مرسل، اديني دليل على صحه كلامك. انا لا اريد ايمانك، انا عارف ما انت تؤمن الكتاب المقدس كلام الله والنسخ، كل الكلام ده معروف، اديني دليل على كلامك. مع السلامة يا استاذ، مع الف سلامة. ده انت غبي، غبي منه فيه. كان معانا الان على الهواء مباشرة الان الدكتور القس شوقي عوض، الدكتور القس شوقي عوض من الكنيسة الانجيلية في مصر، وراجل بيحارب الاسلام عشان تبقوا في الصورة، يعني راجل من اللي بيحارب الاسلام، يعني الدكتور القس شوقي عرض، الراجل معاه دكتوراه في اللاهوت زي ما انت شفت، بيقول كلام مرسل وانا المفروض اقول له امين يا ابونا، انا اقول له امين امين وخلاص، المفروض اقول له امين. فكرام انتم ملاحظين انا بتكلم مع واحد مش كاهن عادي، انا بتكلم مع واحد متخصص معاه دكتوراه في اللاهوت، مش راعي كنيسه عادي. مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك. مسلم كريستيان دايلوغ. الحمد لله. باسمك قلبي الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله ربي، يهتف باسمك قلبي الحمد لله، الحمد لله. حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبود يا من جل قدره، جل قدره، لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء